يوم عيد الحب لإحياء هذا الحفل، وهم بهذا نطلق المعاني النبيلة لمعنى الحب في جانبه الإنساني العميق. إذ كيف يمكن لمداعب مرتكبي أبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية أن يغني هذه الليلة لأجل الحب والسلام؟ احنا هنا الساكنة البيضاوية والشعب المغربي جميعا كيجي باش يندد ويرفض جميع اشكال التطبيع، ورفض لهذا الحفل التطبيعي ديال الصهيوني ماسياس اللي هو كيدعم وكيفتاخر بدعمه الكيان الصهيوني لجيش الاحتلال، وتلقى وسام منه في التصريحات ديالو كيتحدى المغرب والشعب المغربي. هذا مجرم، ودعمه الاحتلال ماشي غير ماشي معنوي وماشي بمشاركه في اكثر من ذلك، وراه كيدعموا ماليا، كيساهم في تمويل الجيش، في تمويل جمعيه مكداف اللي هي تاع ديال الجنود الحرس الحدودي الاسرائيليه، وكيقوم بحفلات باش كيجمع تبرعات لها، كيدعم الشعب تدعم الكيان الصهيوني. وفي ايام الحرب على غزه كان تيخرج في مظاهرات ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقاومه، وكان كيتشفى في الشهداء. ودابا حنا هنا كنت واقفين قدام في الشارع، ما قدرنا حتى نقربوا من مركب السينمائي ميغاراما، تدخل ديال الامن لحمايه الصهيوني اللي ما كيفتخر بهذا الشيء وما تيحشمش وجاي تيقولها في ثمن لافته. قداش هو كيتحدى الشعب المغربي، كيتحدى الامن، تيقول لهم انا غادي نجي وانا كيف مطر الا قدرتو اجي. حنا اليوم هنايا كهيئه سياسيه وكهيئه نقابيه وكهيئه حقوقيه وكهيئه جمعيه المجتمع المدني كندينو هذا الحفل، وكنبغينا نوصلوا الصوت ديالنا للجهات المنظمه ونقولوا لها بان هذا المغني اللي صدفته هو مغني معروف بالتأييد ديالو بالدفاع ديالو الكيان الصهيوني. وبغينا نقولوا ايضا بان هذا العمل هو عمل اجرامي، هو تتبع مع الصهاينه اللي سلبوا الاراضي الفلسطينيه وسلبوا الشعب الفلسطيني الحقوق ديالو. ونبغي نقول بان هذا الاصرار ديال هذا المغني بان التواجد ديالو على ارض الوطن هو استفزاز لكل المغاربه، وهو اختراق لمجال من المجال الحيوي اللي هو المجال الفني. معكم غسان، فنان مغربي ومساهم شويه في بحال هذه القضايا هذو، وبزاف كاع خصوصا فاش كنشوف ان مغني كيدعي بان تيغني على السلام وتيقول بلي انه وهب الحياه ديالو الروح ديالو والجسد ديالو للكيان الصهيوني. يعني حنا كسكان الدار البيضاء وسكان هذه المدينه وسكان المغرب كامل كندو بجميع القوات ديالنا بجميع النضال ديالنا باش هذا المغني ما يغنيش هنايا اليوم، وجينا باش نبينوا بلي ان حنا كنرفضوا هذا المغني يجي لانه داعم جرائم حرب تقتل الابرياء الفلسطينيين. انا كفنان مغربي سجلت اغنيه في هذه الظروف هذه، كتفيها كلمات على الشعب الفلسطيني، كضمنت معاهم بهذه الاغنيه اللي سميتها فلسطين حره، كاينه في اليوتيوب. لان الفن ماشي مشكل عندنا حنا هو الفن ولا ان غيتاريست ولا ان شونتور ولا كاع الفنانين تيغنوا على السلام على الحب على الحريه على شحال من حاجه، ولكن ماسياس تيغني كيدعي انه تيغني على السلام، ولكن هو شخصيا داعم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وهو قالها شحال من مره باللي هو وهب راسه للشعب الاسرائيلي وكيدعمهم باش يقتلوا الفلسطينيين الابرياء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.